عايز اعرف عملت ايه فيهم السنين قبل ما يبداوا قبل ما يخشوا الشهرة. بقالي اكتر من سنتين بحاول اوصل له لانها حلم من احلام حياتي. مساء الخير، انا حسن عبد الحميد، عندي 20 سنة وبقدم برنامج على الانستجرام اسمه عملت ايه فينا السنين، بستضيف فيه مشاهير وفنانين والحمد لله عامل صدى كويس مع الناس، والحمد لله ناس يعني نوعا ما كتير عارفاني. وانا نفسي جدا وبناشد كل القنوات ان انا البرنامج ده نفسي ان هو يتشاف ويتنقل بصورة برنامج على التلفزيون، لان انا اكتر حاجة محتاجها دلوقتي ان حد يتبنى البرنامج انتاجيا بس مش اكتر. الهدف من البرنامج واي هم حاجة بتقدمها؟ الهدف من البرنامج انه اظهر الجانب التاني من الفنانين، يعني حتى لو تاخد بالك البرنامج اسمه عملت ايه فينا السنين، عايز اعرف عملت ايه فيهم السنين قبل ما يبداوا قبل ما يخشوا الشهرة قبل ما يبداوا تمثيل، بعرف الناس الجانب الاخر للفنان او الفنانة اللي معايا. معلوماتك بتوصلها من خلال مقابلاتك مع الفنانين ولا ازاي؟ ده سر البيضة بقى، ما اقدرش اقول لك عليه. لا بص ما سر البيضة. عايز اعرف منك نفسك في ايه تاني بقى ان شاء الله؟ والله بص، هو انا في حاجة واحدة بس نفسي فيها دلوقتي غير ان البرنامج طبعا يبقى على التلفزيون، نفسي اشوف تامر حسني، ونفسي ان هو يشوف الـ يعني الفيديو ده او الكلام اللي انا بقوله، لان انا بقالي اكتر من سنتين بحاول اوصله لانها حلم من احلام حياتي ان انا اقابله يعني واقعد اتكلم معاه. ان شاء الله هلا اوصلك. مرسي، ثانك يو سو ماتش. مرسي ثانك يو.